معانا النهارده من معرض هيما شوب هنقدم لك موتوسيكل روبوت، موتوسيكل 360 درجه، عجله امامي صغيره، عجلتين كبار، واحد موتور واحد موتور، يبقى اتنين موتور، وفي عجلتين في الخلف ورا زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. حزام امان، روبوت مميز جدا 360 درجة. طبعا الاضاءة دي بتنور مع الاغاني والكلاكسات زي ما حضراتكم شايفين، شكل وتصميم مميز جدا. طبعا لما بنضغط الاثنين دول مع بعض بينشي امامي، اضغط واحدة بس بتلف 360 درجة زي ما حضراتكم شايفين. تعالى اهو، معرض هيما شوب بيقدم لك كل جديد في عالم الألعاب.